ابدا معاك كابتن سامي. طيب كابتن نبدا، سامي. هبدا معاك كابتن سامي، وتحكي لنا كده البدايه بالظبط، واصلا يعني مشاركتك بقى لها كام سنه اصلا في الرياضه دي؟ بقى لك قد ايه بتتمرن؟ والله هو انا اصلا رياضتي الاساسيه كره السله على كراسي، تمام؟ انا بلعب منتخب من 22 سنه ومحلي من 25. تمام. كره اليد دي يعني احنا بالظبط دي مش لعبتنا الاساسيه، ومفيش اصلا كره يد في مصر. يعني احنا عسكرنا قبل البطوله حوالي 40 يوم. بالظبط، انا سمعت كان حاجه قصيره جدا يعني. ايوه، يعني حاجه يعني بصراحه يشكر عليها اول حاجه طبعا دكتور حسن مصطفى، دكتور محمد الامين، دكتور عادل عضو مجلس الاداره والمشرف على الفريق، والجهاز الفني المحترم طبعا كابتن ابراهيم نصر وكابتن وائل عبد العاطي، دكتور روماني، كابتن كرم مرسي، وكل ابطال منتخب مصر. طبعا دي حاجه زي حضرتك ما قلت كده، يعني بالمقاييس استحاله يعني ان انت تعسكر 20 40 يوم في لعبه انت ما تعرفش عنها اي حاجه، لسه اول مره بتمارسها وتجيب تاني عالم. ده طبعا يعني انا بسميها اعجاز بصراحه يعني.